إذن اليوم راح نكمل بالسبيد تور كيرفز اللي بدينا فيهم المرة الماضية. لو طلعنا على الدي سي موتور هون عم نركز بنقول سيبريتلي اكسايتد أو بيرمننت ماجنت دي سي موتور. فهذا سيبريتلي اكسايتد يعني عمالي هون بعمل الاكسايتيشن سيبريتلي أو بقول بيرمننت ماجنت. فلو عندي بيرمننت ماجنت دي سي موتور أو سيبريتلي اكسايتد دي سي موتور يعني الاكسايتيشن تبعته كونستنت. هذا اللي بيهمني انه هاي الاكسايتيشن ما تتغير، فاي ما تتغير طول الوقت، بي الماجنتيك فلكس دنسيتي او فاي الماجنتيك فلكس اللي وحدته ايش؟ احنا جماعه الوحدات ليش وحدته؟ الماجنتيك فلكس دنسيتي وحدته تسلا، والفلكس وحدته ويبر. هذا رح تضلها ثابته هون كونستنت طول الوقت، فالاكسايتيشن رح تضلها ثابته طول الوقت. انا عندي حتى يتحقق عندي تورك او يتحقق عندي تورك او فورس عندي ماجنتيك فلكس دنسيتي جاي من هون هي هذه الجهه، عندي هاي الجهه راح امر عندي كرنت بس احط هون في بي او في سبلاي او في اس على الارمشر من هون راح يتكون عندي كرنت والكرنت راح يعطيني هذا الجزء راح يتكون عندي فورس والفورس راح تعطيني تورك يلف هذا المحرك من هون. فبيهمني بالحاله هاي اني اطلع بالنسبه لهذا المحرك راح اطلع على سبيد تورك كيرف. وسبيد تورك كيرف مهم لاي درايف ولاي محرك. وسبيد توركر الطريقة اللي بتحكم فيها في سبيد توركر بتأدي اني اقدر اتحكم باللود عندي دراج ناجح. عندي هون هذا الاكسس راح يكون التورك راح تشوفوا بعض كتب بيعكسوهم بيحطوا التورك بيعملوا له بلوتنج هون والسبيد هون ما بهمك هون بيكون ماشي على كونفنشن ثابت. التورك وحدته نيوتن متر والسبيد هون مثلا خلينا نقول وحدتها ار دي ان ممكن يكون وحدتها ريديانز بير سكند. ولما طلعنا الكيرفز المرة الماضية وجدنا العلاقة ما بين السبيد والتورك هي خط مستقيم له مين والمين هذا او الانترسبت تبعه هون بيعتمد على الفولتج ما بيساوي الفولتج بيعتمد على الفولتج لان هذا بروبورشنال لفي بي هون هذا اللي هو الانترسبت وهي النقطه ايش حكينا هي؟ ستارتنج تورك. ستارتنج تورك هو التورك اللي بيعطيني اياه المحرك ات زيرو سبيد ما بدون هذا لانه رح تزيد سرعه المحرك ومتى ما زادت سرعه المحرك شو رح يصير بالتورك؟ راح ينزل لحد ما يستقر على سرعه معينه. هاي النقطه اللي موجوده هون هي النو لود او النو تورك سبيد وكمان مهمة. طبعا هو صعب انه المحرك يمشي على هاي السرعة مش معطيني أي تورك على الإطلاق فبده شوي حتى يتغلب على الفريكشن. فحتى لما ما يكون في لود إلا يمشي على سرعة أعلى شوي حتى يعطيني يتغلب بس على الوندج والفريكشن فاحتمال إنه يكون ماشي على سرعة أقل شوي من اللود نو لود سبيد. إذا نزل المحرك في المنطقة هاي راح يتحول لجنريتر لأنه التورك راح يصير نيجاتيف. ففي المنطقة هاي التورك نيجاتيف وفي المنطقة هاي طبعا التورك بوزيتيف. إذا نزل في المنطقة هاي يعني كأنه في تورك خارج عماله بزيد سرعته خلي سرعته تزيد عن النو لود سبيد. هدول بنسميهم الكوادرنتس. هذا الكوادرنت اللي هو الربع مش عندي ربع هون وربع هون ربع هون وربع هون. الربع الأول السبيد فيه بوزيتيف والتورك بوزيتيف بنسميه الكوادرنت نمبر 1. الثاني رح تكون فيه سبيد ايش؟ نيجاتيف والتورك بوزيتيف بنسميه كوادرنت نمبر 2 نمبر 3 والرابع اللي بيهمنا شوي نركز عليه اليوم اللي هو الكوادرنت الرابع اللي هو كوادرنت 4 اللي هو عندي التورك نيجاتيف والسبيد بوزيتيف. هون المحرك عماله بيشتغل كجنريتر في الحاله هاي وكانه عماله بيعمل بريكنج. لو جينا طلعنا الان على المنطقه هاي اللي موجوده هون انا عندي هذا على فولتج معين في عندي علاقه عكسيه ما بين السبيد والتورك. فمعناه اذا عند نقطه معينه زاد التورك الخارجي زاد التورك اللود على هذا المحرك راح ينتقل من النقطة الأصلية لو انتقل اللود للنقطة هاي من هون حتى يزيد التورك راح يضطر تنزل سرعته. إذا نزلت سرعة المحرك شو راح يصير في الباك اي ام اف؟ يقل راح تقل. إذا قلت الباك اي ام اف اللي هو الفولتج اللي بيقاوم الفولتج موجود هون ايش راح يصير في الكرنت اللي بمر؟ راح يزيد. فهو كان عمال بيعمل نوع من السيلف ريجيليشن بزيد الكرنت فبزيد الكرنت بزيد عندي التورك فلازم يكون عندي هاي العلاقة العكسية ما بين الاثنين. واخذنا هلا المثال حكينا عن المثال انه لو عندي هون لود خلينا نحط اللود بطريقه بلون مختلف. فلو حطيت انا اللود هون مثلا بالازرق لو عندي هون لود مثلا عندي مصعد او عمالي برفع لود معين واللود هذا عند النقطه هاي رح تكون نقطه استابيليتي لانه اللود والتورك مشبوكين على نفس الشافت. فمثلا اذا انا عمالي عندي بكره وعمالي برفع حمل من هون معناها هذا عباره عن اللود وانا بفترض انه هو كونستنت هذا التورك اجينست سبيد كونستنت تورك لود. فلعمالي برفعه المحرك موجود على نفس الشاف اذا الاثنين في لهم نفس ايش؟ نفس السرعه طول الوقت ما دام هم مشبوكين على نفس الشاف مش بلفوا بنفس السرعه
التورك تبع اللود هو بيتغير مع السرعه بهاي الشكل، لكن التورك من المحرك بيتغير بهذا الشكل. اذا هدول الاثنين لازم يلتقوا عند نقطه معينه اللي عندها بكون التورك من المحرك وبوازي التورك من اللود متساوي الاثنين، اذا هاي نقطه ستابيليتي او ستيدي ستيت. اذا في لحظه معينه هذا اللود انا زدته فانتقل اللود من لود 1 للود 2 معناها زاد اللود، يعني صرت بدي ارفع حمل اكبر. ايش لازم يصير عندي؟ لازم السرعه تنزل لسرعه جديده بالهون، فنزلت السرعه من السرعه الاولى الى السرعه الثانيه اللي موجود هون. لما نزلت السرعه حسب سبيد تورك كيرف ايش صار عندي على السرعه الجديده؟ قلت السرعه زاد قلت الاي ام اف الباك ام اف زاد الكرنت فزاد التورك فقدر انه يتعامل وصارت هاي ستيدي ستيت بوينت الجديده اللي صار يتعامل فيها مع اللود. هذا نوع من الريجيليشن كانه ما بعطيه نوع من الريجيليشن بحيث انه كل ما زدت اللود عليه هو بيعدل اوتوماتيكيا الكرنت اللي موجود فيه بيعدل سرعته عشان يقدر يتعامل مع هذا اللود اللي موجود هون. لكن لو جينا على حاله ثانيه انا بدي اغير سرعه اللود نفسه، يعني عندي نفس اللود هذا موجود هون وعندي هون السرعه وعندي هون ان ار بي ام وهون تورك بنفس الطريقه، ولو اخذنا هذاك الخط تقريبا نفسه اللي هو كان هون بيتناسب مع في بي 1 قيمه معينه من الفولتج، ولو رجعنا نفس الشيء اخذنا هذا لود رقم واحد او اللود الاول اللي كان هون تقريبا هذا لود 1 وحتى نيوتن متر، ولو انا هذا اللود بدي امشيه الان على سرعه ثانيه مختلفه فمثلا ما بدي هاي السرعه اللي موجوده هون، الطريقه اللي متبعه اللي بدي حتى اغير سرعه هذا اللود بدون ما هو اللود نفسه يتغير بدي انتقل لفولتج جديد، وهذا صار في بي 2 وطبعا بالضروره هون انه في بي 2 اقل من في بي 1، فلما نزلت الفولتج اللي على المحرك ايش هلا وين راح يصير عندي؟ وين راح يستقر على اي سرعه؟ كانت هاي السرعه الاولى وهاي صارت هون السرعه الثانيه، فانتقل من السرعه الاولى للسرعه الثانيه وصارت ستيدي ستيت بوينت الجديده، صارت هاي ستيدي ستيت بوينت الجديده الموجوده. نعم دكتور في نقطه معينه بالمخطط هذا انه عندها الموتور يخرب بريك داون، هذا ميزه الدي سي موتور انه ما بوقف ما بيعمل ستول، ستول هي الكلمه كنت بتفكر عليها بوقف تماما بطل يشتغل تمام. هل ممكن هون؟ لا شوف هذه من ميزات الدي سي موتور انه كل ما نزلت السرعه ايش عم بيصير بالتورك؟ بزيد كل ما نزلت السرعه عمال التورك بزيد، اذا هذه من ميزات الدي سي موتور انه لما ضل احط عليه راح تضلها تنزل السرعه حتى لو اوصل قريب من الزيرو، هذا مش صحيح في الاندكشن موتور. لما نيجي على السكوري كيج اندكشن موتور اللي هو اي سي موتور راح تلاقي انه سبيد تورك كاركترستكس تبعت الاندكشن موتور مختلفه. سبيد تورك كاركترستكس تبعت الاندكشن موتور مثلا طبعا بتتفاوت انواع مختلفه، لكن احد الانواع الموجوده زي هيك. لاحظوا هذا الخط، خليني ارسم هذا الخط السلوك تبعه يشبه الى حد ما هذاك عشان تشوفوا التشابه بينهم. هذا الخط ايش بيشبه؟ ديسي بيشبه الى حد ما ديسي، لكن لوين؟ لحد النقطة هاي، هاي النقطة اللي أنت بتحكي عنها يا سعد. الاي سي موتور لو ضليت ازيد عليه التورك راح تنزل السرعة لحد ما بوصل للنقطة هاي، النقطة هاي بعديها إذا زدت شو راح يصير؟ راح يعمل ستول إذا هو عبارة عن التحمل. راح يصير عندي كلمة بنسميها تو ستول، ستول يعني كيف بتطفي محرك السيارة عندك؟ بنقول ستول، المحرك خلص وقف ما بطل يقدر يكمل بعدين. لكن الدي سي موتور ولذلك الدي سي موتور من الخصائص تبعته انه فيري هاي ستارتنج تورك. ستارتنج تورك تبعه فيري هاي، فلذلك التطبيقات اللي بدها هاي ستارتنج تورك هاي احد ميزات الدي سي موتور. اذا هون انتقلنا طب لو اللود نعم تفضل. ستارتنج بوينت ما تسوي عندنا ممكن ديفورميشن ممكن يؤدي طبعا قوي التورك عند اللحظه هذيك قوي، هلا انا بدي اتحكم فيه بدي اشوف كيف بدي اتحكم فيه بحيث انه ما يكونش عندي التورك عالي جدا، بس التورك عالي جدا والكرنت كمان عالي جدا عند ستارتنج. يعني احد الاشياء في الدي سي موتور صحيح ستارتنج تورك عالي بس احيانا ستارتنج تورك عالي هذا ممكن يعمل مشكله يكون في ميكانيكال شورت في السيستم مش هيك؟ انا بقدر اتحكم فيه، لو عندي فاريبل سبيد درايف بقدر اتحكم فيه، فاريبل فولتج درايف. اذا لو رجعنا نفس هاي اللي هون جيت هون انا بدي ارفع السرعه، لو بدي ارفع السرعه على نفس اللود، اللود ما تغير، ايش بعمل؟ بزيد الان الفولتج فبنتقل للمكان الجديد هون وهون انتقلت ل ان 3 فبغير هذه هون ل 3 لاحظوا انه هذول الفول السلوك تبعهم متساوي لانه الاكسايتيشن كونستنت لانه عندي هون بيرمنت ماجنت او سيبريت اكسايتد دي سي موتور. اذا هاي نقطه مهمه هاي بتشرح كيف فكره هذه اسمها الارمتشر فولتج كنترول. ارمتشر فولتج كنترول بقدر اتحكم اغير السرعه بتغيير للارمتشر فولتج.
تغيير الارمتشر فولتج ممكن يتم بعدد من الطرق. الطريقه البدائيه جدا البسيطه جدا ان ايش اعمل مانوالي بالريزيسترز، ممكن استعمل ريزيسترز. الطريقه المتقدمه اكثر ايش ممكن، كيف ممكن اغير الارمتشر فولتج؟ بالباور الكترونكس، بستخدم باور الكترونكس، بستخدم فيريبل فولتج، فيريبل فولتج سورس. ممكن اخلي الجنريتر ممكن يتحول لموتور. نعم ممكن نفس هذا الجنريتر ممكن وانا بعمل درايف يتحول لموتور. راح احكي انه هلا لما احكي عن الفور كوادرنت اوبريشن في اسئله هاي بدنا نعطيها.